السلام عليكم. راح نتطرق بهذا الفيديو إلى الشابتر الأول من مادة الـ Communication Theory and Systems. فنفس ما نعرف أنه السيليبس مال هذه المادة يحتوي على موضوعين، الموضوع الأول اللي هو الـ Analog Pulse Modulation، والموضوع الثاني Digital Pulse Modulation. فبالشابتر الأول راح نركز على موضوع الـ Analog Pulse Modulation، وراح نتطرق إلى أنواع الـ Analog Pulse Modulation وكيفية إجراء الـ Sampling، وإضافة إلى دراسة أنواع الـ Sampling. فإذا ناخذ مقدمة سريعة على الـ Modulation وعلى عملية نقل الإشارات، فنشوف هنا A message carrying a signal must be transmitted over a distance, and to establish a reliable communication, it must take the help of a high frequency signal. يعني لازم ننقل المسج سيجنال أو الانفورميشن سيجنال عن طريق الاستعانة بـ high frequency signal، أو ما احنا نسميها بالcarrier signal. which must not affect the characteristic source of the message signal. أكيد ما راح تأثر إنه لازم على الـ information signal. فالـ modulation عملية التضمين is the process of changing the parameters of the carrier signal according to the instantaneous values of the modulation signal. فنحتاج لما يسمى بعملية التضمين مثل ما طرقت لها سابقا، فمن أجل نقل هذه الإشارة الـ Information Signal لمسافات بعيدة عن طريق الاستعانة طبعا بالـ Carrier Signal. طبعا أنه there are many types of modulation، ممكن أنه نلخصها بهذا المخطط اللي هو النوع الأول اللي هو الـ Continuous Wave Modulation اللي طرقت له سابقا مثل الـ AM أو الـ FM والـ PM. أوكي، وإضافة النوع الآخر اللي هو الـ Pulse Modulation اللي راح نتطرق له حاليا، اللي يتضمن الـ Analog Modulation إضافة إلى الـ Digital Modulation. طبعا الـ Analog Modulation يتضمن الـ PAM البلس امبليتيود مودوليشن، وال بي دبليو ام اللي هو البلس ويث مودوليشن، وال بي بي ام. اضافة الى الديجيتال مودوليشن راح يتناول بالبلس كود مودوليشن والدلتا مودوليشن، ان شاء الله راح نتناول هذين الاثنين بالفصل الثاني. طبعا اذا ناخذ البلس مودوليشن راح نستعين بما يسمى بالRectangular Pulses، منها اجى اسم معنى البلس Modulation عن طريق الاستعانة بمن؟ بالRectangular Pulses، كأنه تكون اللي هو الCarrier Wave. Carrier Wave احنا نفس ما خذينا بالContinuous Wave Modulation كنا نستخدم Sinusoidal Signal، High Frequency Sinusoidal Signal كCarrier Signal للInformation Signal أثناء عملية التضمين. هنا لا، بالPulse Modulation نستخدم Pulses كCarrier Signal للInformation Signal. In the analog modulation technique, نفس ما ذكر هنا، if the amplitude or duration of the or the position of the pulse varies depending on the instantaneous value of the baseband modulation signal, then such technique is called pulse amplitude modulation. فإذا كانت، يعني معنى هذا الكلام، إذا كان الـ amplitude يتغير آنياً، الامبليتود مالت من مال بلس يتغير آنيا مع الانفورميشن سيجنال، اذا هذا النوع نسميه بلس امبليتود مودوليشن، والاسم واضح صح ولا لا؟ اوكي، ف او اذا كان يتغير مع الدوريشن فنسميه شنو دوريشن او ويث مودوليشن، نفس ما واضح هنا اللي هو بلس دوريشن مودوليشن او بلس ويث مودوليشن، أو نسمي أيضاً Pulse Position Modulation. النوع الثاني اللي هو Digital Modulation اللي راح يكون بـ PCM
اللي هو البلس كود مودريشن او الدلتا مودريشن. هنا لا، راح يختلف الامر. هنا ما عندنا بعد ريكتانجلر بلسز وقيمهن مثلا تتغير مع قيمة الانفورميشن سيجنال، لا. هنا شنو، راح نغير الانالوج سيجنال الى شنو، الى ديجيتال فورم اللي هو يا اما واحد او صفر. فشو يصير عندنا؟ يصير عندنا كودد بلس ترين، كودد بلس ترين، من هنا اجى الاسم اللي هو البلس كود مودوليشن، او اذا فاضل انه نسميه احنا دلتا مودوليشن. ان شاء الله احنا راح نتناول نفس ما ذكرنا سابقا بالفصل الثاني اللي هو الديجيتال بلس مودوليشن. فاذا نجي للفقره الاولى اللي هو 1.2 اللي هو السامبلينج ثيورم، فالخطوه المهمه اثناء الانالوج بلس مودوليشن اللي هو عمليه التقطيع اللي هو السامبلينج. نفس ما نعرف انه اذا عندي مثلا هاي السيجنال، هاي هي من نوع الـ Continuous Wave Analog Signal، أوكي؟ نعرفها متعارف عليها مثلا X of T، وهنا هذا هو الـ Time T. إذا جينا سويناها عملية Sampling أو تقطيع عن طريق استخدام Impulses معينة بهذا الشكل، يعني نقطعها بهذا الشكل مثلا، بهذا الشكل، فشنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سيجنال ثانية عبارة عن sampled value للأوريجينال سيجنال، أوكي؟ بهذا الشكل، أوكي؟ هذا النوع إحنا نسميه discrete time analog signal، discrete time analog signal. يعني بالحالة الأولى هي شنو؟ analog signal. بالحالة الثانية أيضا analog signal، بس مو continuous، discrete time. يعني هنا شنو عندي؟ هنا عندي t، وهنا نسميه مثلا xs of t، والاس معناه sampled signal، اوكي. فهنا لا يخطر ببالك انه هاي ديجيتال سيجنال، لا، هاي شنو؟ انالوج سيجنال، بس شنو؟ ديسكريت تايم. واضح؟ ليش صارت انالوج وليس ديجيتال؟ لان الديجيتال اتفقنا انه يا اما واحد او صفر. فبينما هنا لو شوف القيم الحاليه هنا هي كونتينيوس، يعني كانما هنا 0.1 فولت، 0.2 فولت، 0.3 فولت، وهكذا بعدين تنزل وتصير بالسالب. فإذا هي ما تمت بالصلة إلى الديجيتال سيجنال، فإحنا نسميها هنا أنالوج ديسكريت تايم سيجنال. فهي حبيت أوضحها بالبداية قبل لا ندخل بالسامبلينج ثيوم، حتى تميز بين الأنالوج سيجنال العادية والأنالوج ديسكريت تايم والشنو؟ ديجيتال سيجنال. ديجيتال سيجنال احنا متفقين عليها يا اما واحد او صفر، ما الفاليوز مالتها مو كونتينيوس. واضح؟ فاذا نجي الى موضوعنا المهم اللي هو السامبلنج ثيورم، ونشوف هنا انه السامبلنج از ديفايند از ذا بروسيس اوف ميجرينج ذا انستانتينيوس فاليوز اوف كونتينيوس تايم سيجنال ان ا ديسكريت فورم. هاي عملية شنو؟ السامبلينج، عملية التقطيع. فهي شنو؟ عملية قياس القيم الآنية لإشارة مستمرة مع الزمن بشكل شنو؟ متقطع، بشكل متقطع. من هنا اجى انه سمينا هاي الشكل انه شنو؟ discrete time، اوكي. فبعد ما عرفنا شنو عملية السامبلينج، ما هي الا عملية تقطيع إشارة continuous wave وتحويلها الى discrete time، راح نجي نتعرف شنو هي السامبلنج ثيورم. طبعا السامبلنج ثيورم لها عدة علماء اكتشفوها، فك لو تدخل للمناهج او المصادر راح تشوف انه بعض
اسم الثاني لها شانون، شانون ثيوم، اعتمادا على البروفيسور التابع لكلية الام اي تي اللي ابتكرها لأنظمة الاتصالات. فهسه لو تشوف طب على جوجل تشوف انه دائما مشهور باسم شانون ثيوم، بس اكو تطبيقات ثانية استخدموا علماء بتطبيقات ثانية فسميت بأسمائهم. لو تشوف هسه تدخل تشوف انه 3 إلى 4 أسماء مشهورة بالسامبلينج ثيرم إلى منسوبة إلى هؤلاء العلماء اعتمادا إلى التطبيقات اللي استخدموها. فخلينا نشوف بالنسبة إلى اختصاصنا احنا كهندسة كهربائية وعملية نقل المعلومات، شنو معنى أو ماذا تنص السامبلينج ثيرم؟ انه تنص انه شنو a continuous time signal، continuous time signal can be represented in its samples and can be recovered back when sampling frequency f of s is greater than or equal to the twice the highest frequency component of the message signal اللي هو ال f of m. يعني ملخص هذه النظرية انه اذا عندك information signal مثلا audio، هسه انا كلامي هاي الموجة مال الكلام او الصوت اريد انقلها بمسافة بعيدة، فلازم اسوي له عملية شنو؟ sampling. sampling هسه تسأل ليش سويناها عملية sampling؟ ليش ما رحنا الى الانالوج اللي هو الاي ام او الاف ام؟ ماكو مشكلة تقدر تروح للاي ام او الاف ام وتنقل الصوت، بس اكو ادفانتجز. الادفانتجز ان شاء الله نتطرق لها بالفصل الثاني، ليش رحنا الى البلس موديليشن وليش ما بقينا على اللي هو الانالوج كونتينيوس موديليشن اللي هو الاي ام والاف ام والبي ام. فهنا اذا عندك مثلا هذا الاوديو وتريد ترسله عن طريق البلس موديليشن، فلازم اول عمليه تسويها اللي هو عمليه السامبلينج التقطيع. فتنص هذه النظرية انه حتى تقطع موجة الانفورميشن مثل موجة الصوت وتقدر تسترجعها عند الاستلام بالريسيفر اللي هو بالجهة الثانية، بتسترجعها بشكل نقي وما بها اي تشوه، لازم تضمن انه عملية التقطيع او الفريكونسي ما سامبلينج اللي هو هنا مسمي شنو اف اوف اس، لازم يكون أكبر أو يساوينا twice the highest frequency component of the message signal. فهو هذا شنو الشرط الأساسي مع sampling theorem، أنه الفريكونسي مع العملية التقطيع لازم أكبر أو يساوينا double شنو the highest frequency of the information signal أو نسميه هنا شنو the message signal. على سبيل المثال الاوديو كموجة صوت الانسان اقصى تردد توصل لتقريبا ال f of m الماكسيمم يساوي 20 كيلو هيرتز. فاذا تريد انه تنقل هاي الموجة عن طريق استخدام البلس موديليشن، فلازم حسب نظرية السامبلينج ثيرم انه f of s يكون شنو ايش قد قيمته، لازم اقل شيء 40 كيلو هيرتز حتى تضمن انه عملية الموديليشن ونقل موجة الصوت واستلامها راح يكون بدون عملية او بدون تشوه، وممكن ريكفر ذا اوديو سيجنال بدون اي مشاكل عند جهة الريسيفر او جهة المستلم. فهي هاي يعني نظرية السامبلينج ثيرم اللي توضح لك الكونديشن اللي راح يكون به السامبلينج يكون به صحيح، ما عدا ذلك يكون عملية التضمين او البلس موديليشن تكون فاشلة وراح ما تقدر تسوي ريكفر للانفورميشن سيجنال عند الريسيفر سايد. فنفس ما نعرف انه تي اوف اس اللي هو السامبلينج بيريود مقلوب الفريكونسي او السامبلينج فريكونسي، فاكيد راح يطلع انه الكونديشن
بالنسبة للسامبلنج بيريود اللي هو راح يكون أقل أو يساوي إنه 1/2 F of M. فأنت يا أما تشتغل هنا بالفريكونسي أو تستخدم شنو البيريود مالت من مال السامبلنج. يعني هي البيريود مال السامبلنج وين راح تكون؟ مثلا هسه هنا إذا نرجع لهذا الرسم راح نشوف هاي البيريود هاي T of S. أوكي، فهنا راح يصير شقد 2 تي اوف اس، هنا 3 تي اوف اس، وهكذا تستمر. اوكي زين، فالسامبلنج ثيرم تسمى ايضا بالنايكويست ثيرم، وايضا السامبلنج ريت اللي هو شنو اف اوف اس سامبل فريكونسي، ايضا نسمي احنا الى اسم ثاني نايكويست ريت. فإذا مو شرط أنا أقول لك إنه find مثلا the sampling frequency، لا يمكن أقول لك إنه شنو find the Nyquist rate. فتلجأ إلى هذا القانون إنه F of S يساوي 2 F of M. طبعا هاي أقل شيء لأنه هو حسب الشرط لازم أكبر أو يساوي 2 F of M. نعم، الإثبات هذه النظرية راح نفرض إنه عندنا شنو continuous time signal هنا x of t، فالspectrum مالته is a band limited to f of m. دائما خلي بالك يعني أي إشارة continuous بالtime، يعني هاي مو شرط هنا هاي الإشارة مو شرط هي شنو sinusoidal. أي إشارة continuous يكون بالفريكونسي دومين شنو الاسبكترم مالته يكون شنو band limited. واضح؟ band limited بهذا الشكل، يعني أكو علاقة عكسية، إذا عندك continuous بالtime يكون شنو محدود وين بالفريكونسي دومين. زين، ذاك لك هنا the spectrum of x of t is zero for omega أكبر من omega m، يعني سواء بالموجب او بالسالب. يعني هنا شنو عندك هنا اوميجا ام، وهنا شنو عندك ناقص اوميجا ام. هذا معنى باند ليميتد، يعني محدوده شنو العرض الترددي. سامبلينج اوف ذا انبوت سيجنال اكس اوف تي كان بي اوبتين باي ملتيبلاينج اكس اوف تي وذ ان امبلس ترين دلتا اوف تي of period TS. هنا وين الامبلس موجودة؟ ها هي الامبلس هذا الشكل train of impulses. اوكي، البريود مالتها شقد؟ T of S، ها هي البريود، وتستمر لان هي train سواء بالموجب او بالسالب. اوكي، فشو راح يصير multiply؟ يعني هنا ذاكر لك انه عمليه ضرب between الانفورميشن سيجنال مع الترين اوف امبلسز سيجنال. اوكي، فيعطيك شنو الاوتبوت اللي هو y of t بالتايم دومين. فاذا نرسم الاوتبوت عن طريق ضرب x of t مع الدلتا اوف t، شنو راح يطلع لك النتيجه؟ راح يطلع لك y of t بهذا الشكل. لو تلاحظ هنا انه الامبلسز تعتمد او تغيرت قيمتها مع شنو؟ مع قيمة الانفورميشن سيجنال. لو تشوف انه بالجزء الليفت صار شنو قيم موجبة وتتغير مع طبعا مع الشكل الموجي الانفورميشن، وبالجزء الرايت راح تكون قيمتها شنو قيم سالبة. اوكي، بهذا الشكل هذا سوينا عملية تقطيع من للانفورميشن سيجنال. زين، احنا غالبا بالتايم دومين الامور ما تكون واضحة، فدائما لازم نلجأ وين بالفريكونسي دومين. نفس ما اتفقنا انه الفريكونسي دومين سبيكتروم للانفورميشن سيجنال هو باند ليميتد، لو نرسم السبيكتروم مال واي اوف تي شنو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا y of omega. لو شوف هنا شنو طلع؟ كأنما reflection أو صور من للoriginal signal. وين الoriginal signal؟
بالفريكونسي دومين هي هاي. فهنا شنو طلع عندك؟ طلع عندك هنا كأنما هاي صور او هارمونكس المن للانفورميشن سيجنال اللي هو الاوريجينال سيجنال. اوكي، ف يمكن هاي تكون امور مو واضحه من خلال الرسم، فراح تكون واضحه من خلال المعادلات ليش صارت شيفتنج للاوريجين سيجنال وليش قاعد تتكرر ريبيتنج، سواء بالاوميجا اس او وين بالاثنين اوميجا اس وحتى بالجهه السالبه. فلو نلاحظ كماثيماتيكال ريبريزنتيشن انه تقدر انه هنا الدلتا اوف تي تقدر تعبر عنها بالفوريير سيريز عن طريق هاي المعادله اللي هنا طبعا هذا الدي سي كومبوننت مال دلتا اوف تي لان هي ترين اوف امبلسز، فالها دي سي كومبوننت مقدار 1 على تي اس، والها طبعا الساين كومبوننت راح يصفر اذا تجئون للمواد اللي خذيتوها بالفوريير سيريز، يبقى فقط الكوساين كومبوننت هنا ويا شنو الكوفيشنت مالته اللي هو 2 على تي اوف اس. فهو هذا الفوريير سيريز ان من فوريير سيريز الترين اوف امبلسز بها دي سي كومبوننت وبها كومبوننت ان من للكوساين. فاذا نضرب هاي الدلتا اوف تي بالاكس اوف تي حتى نحصل شنو؟ نحصل واي اوف تي، راح يطلع لنا بهذا الشكل عملية الضرب، انه فقط انه الاكس اوف تي تنضرب بالتو تيرمز مع الفوريير سيريز للامبلس سيجنال، وبعدين ندخل اكس اوف تي على الحدين بهذا الشكل. اوكي، ومن ثم انه هنا راح نشوف انه فقط انه فتحنا السيريز يصير هنا اوميجا اس، بعدين 2 اوميجا اس، بعدين 3 اوميجا اس وهكذا. اوكي، فاللي يهمنا نفس ما قلنا بالتايم دومين الامور تكون غامضه، فالافضل نلجأ وين؟ للفريكونسي دومين حتى نشوف كيفيه يكون توزيع السبيكتروم للاوتبوت سيجنال اللي هو الواي اوف اوميجا. فلو نشوف انه الحد الاول اكس اوف تي تحويلته بالفريكونسي دومين ما هي اكيد الاكس اوف اوميجا، طبعا الكوساين تحويلته شنو اذا تذكرون؟ تو امبلسز واحدة موجبة واحدة سالبة. اوكي، ومضروبة في x of t، فدائما الضرب بالفريكونسي دومين شنو يتحول الى convolution، واي سيجنال هنا x of t convolute with impulse signal راح يصير فقط shifting لهذه السيجنال بالفريكونسي دومين، فراح يصير شنو هنا؟ x of omega minus omega s، ها بسبب تأثير طبعا الامبلس السالبة، وأيضا عندك هنا شنو؟ plus omega s بسبب تأثير الامبلس الثانية مع الكوساين، وهكذا تستمر المن لتحويل كوساين 2 omega s، فأيضا الانفورميشن سيجنال راح تتشفت مقدار 2 omega s سواء بالسالب أو وين؟ بالموجب وتستمر. فلو ترسم هذا الناتج الاوتبوت الناتج لنا من عملية التغطية راح تشوف انه شو تحصل؟ تحصل اكس اوف اوميجا وينها؟ ها هي اكس اوف اوميجا، وبعد شو تحصل؟ تحصل اكس اوف اوميجا ماينس اوميجا اس. اوكي، اللي وين راح يكون؟ هنا بهذا الشكل. طبعا x of اوميجا زائد اوميجا s راح يكون هنا وين رسمه؟ بهذا الشكل هنا، وتسمى طبعا عند الاثنين اوميجا s وناقص 2 اوميجا s. لو شوف هنا يعني شنو صار عملية انه قاعد تتكرر الاوريجين سيجنال وشيفتنج بمقدار السامبلنج فريكونسي اللي انت بديت بيه اللي هو تي اوف اس او اف اوف اس. فهنا لو شوف شنو قاعد يصير اصلا، اللي قاعد يصير انه السامبلنج كا
كأنما كافأت لي عملية شنو؟ موديليشن بروسيس. احنا قلنا الموديليشن بروسيس انه شلون بالانالوج اللي هو الاي ام او الاف ام تضربه في سينوسويدال اللي هو الكارير سيجنال، وهذا يشفت لنا او الفريكونسي مالته يكون عالي بحيث يزيد الطاقه مال الانفورميشن سيجنال. نفس الشيء قاعد يصير هنا بالسامبلينج. لو شوف شنو قاعد يصير، قاعد يصير انه شنو عمليه نقل الانفورميشن سيجنال بترددات انمن شيفتنج بترددات عاليه، فكافئنا شنو كانما عمليه الموديليشن. اوكي، اتمنى تكون هاي الامور واضحه عندكم. وهاي سوينا بروف انه هسه هنا انه اذا نمسح هاي الاشياء هسه اذا نكمل انه نشوف انه شلون اثبتنا انه السامبلينج ثيورم عن طريق هذه الرسومات او عن طريق الماثيماتيكال ريبريزنتيشن، راح نشوف انه بالاخير ذاكر لك انه واي اوف اوميجا راح يصير اذا نكتبه على شكل سيريز راح يكون ما هو الا واحد على تي اس، وراح يكون الانفورميشن سيجنال مشفته ب ان، والان يتراوح من 0 وزائد 1 وناقص 1 وزائد 2 وناقص 2 وتستمر. فهنا ذاكر لك تو ريكونستراكت يعني كانما ريكفر الانفورميشن سيجنال اللي انت دزيتها الاوديو مثلا او وات ايفر شنو كانت الانفورميشن مالتك. فالانبوت سيجنال سبيكترم اكس اوف اوميجا must be recovered from sample signal اللي هو y of omega. يعني كأنما الـ information signal spectrum مالتها راح نستخلصها من spectrum مالت من مال output اللي هو جاينا من ضرب الـ x of t في delta of t which is possible when there is no overlapping between the cycles of y of omega. فاللي يصير فقط عندما يكون f of s اكبر او يساوينا 2 f of m، او بال كبيريود مال سامبلينج يكون اقل او يساوينا يعني بالعكس 1 على 2 f of m. شلون صار بهالشكل انه اكبر او يساوينا 2 f of m؟ لو تجي هنا شوف تنظر لي هنا، هذا هو كأنما هذا إذا ناخذه غير لون، هذا هو f of s f of s. فيقول لك لازم f of s أكبر أو يساوينا 2 f of m. فهنا هذا كله شقد f of m، هذا كله شقد f of m. من هنا أجي لازم f of s أكبر أو يساوينا 2 f of m، والا اذا خذيته اقل شنو راح يصير عندك؟ راح يصير ما يسمى بالاندر سامبلينج، راح يصير تداخل. يعني اذا هسه عندي رسم، بس خلي رسمه هنا، راح يصير عندك السيجنال، او اذا نرسم الرسم الاولي بهذا الشكل، ها هي السيجنال. فراح يصير انه شنو عندك تداخل هنا بهذا الشكل. ليش؟ بسبب انه انت الفريكونسي مال سامبلينج هنا ال f of s خذيته اقل من شنو؟ من 2 f of m. اوكي، بس اذا تاخذ f of s يساوينا 2 f of m راح يكون هنا يصير التلاقي بهذه المنطقة هنا، ما راح يصير تداخل. اوكي، ونقدر طبعا هسه تقول لي شلون نقدر نسترجع السيجنال. هسه هنا اذا نتابع هنا شلون راح نسترجع السيجنال الاصليه. يعني انت مشغل مثلا جهاز، استلمت الاشاره جت لك بهذا الشكل اللي هو هذا، شلون تسترجعها؟ تسترجعها بكل سهوله عن طريق ادخالها على يمين على لو باس فلتر. لو باس فلتر تحدده الفريكونسي مالته انه يقطع لك شنو اي شيء اكبر
من شنو؟ اف اوف ام من جهتين. فبالتالي بعد ما تدخل اللو باس فلتر شنو راح تحصل؟ راح يطلع لك فقط الانفورميشن سيجنال اللي هي الاكس اوف اوميجا الاصليه. اوكي وي كان سيلك شنو الهارمونكس اللي هي هاي مثلا او هاي او بالجهه السالبه. نعم فهنا ذاكر لك and the origin signal can be recovered by applying low pass filter to y of omega signal. نعم فهنا بهاي الفقرة مذكور انه possibility of sample frequency spectrum with different condition is given by the following diagrams. فهنا مطيك عدة حالات. الحالة الأولى f of s أكبر من 2 of f m اللي نسميها over sampling، والحالة الثانية f of s يساوينا 2 f of m، والحالة الثالثة f of s أقل من 2 of f m. فلو شوف من الحالة الصحيحة لاسترجاع الانفورميشن سيجنال بشكل صحيح وبدون أي مشاكل بجهة الريسيفر أو بجهة الاستلام، هل هي الحالة الأولى؟ نعم أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة؟ الجواب الصحيح راح يكون انه يا اما واحد اختيار الاول او الاختيار الثاني اف اف اس اكبر من 2 اف اف ام او اف اف اس يساوينا 2 اف اف ام. طبعا الاختيار الثالث اكيد لو نشوف قاعد يسبب لنا ما يسمى بالاليسينج اللي هو يصير كأنما overlapping ويسبب لنا مشاكل ويصبح من المستحيل انه شنو استرجاع الانفورميشن سيجنال الاصليه. اوكي فاكيد الاختيار الثالث يكون اختيار غير موفق اللي هو الاندر سامبلنج عندما يكون اف اوف اس اقل من 2 اف اوف ام. طبعا يبقى هنا قبل ما اعرج على الاليسينج افكت اللي يصير لنا بحاله الاندر سامبلنج، يبقى انه ايش وقت انه نختار انه بين الاختيار الاول او الاختيار الثاني اللي هو يا اما المساواه او الاوفر سامبلنج. الاوفر سامبلنج يعني كانما قاعد تزيد الفريكونسي مال تقطيع، فبالتالي يصير السامبلنج اكثر عدد من شنو من الحاله الثانيه. اوكي فهنا شنو الاوبشن يعني واحد من عندكم يمكن يقول انه اوكي ابقى بالسيفتي سايد واخذ انه يساوينا اف اوف ام وخلاص، ليش اروح انه ازيد تردد التقطيع او الفريكونسي سامبلنج واسوي اكبر من 2 اوف اف ام؟ صح هنا شنو راح يصير عندي؟ هنا الجابس قاعد يصير عندي لو تشوفون، وهذا الشيء مفيد يعني ماكو اي تداخل يعني ماكو مشكله، وهنا نفس الشيء ماكو تداخل بس شنو قاعد يصير عمليه التقاء عند نقاط معينه، فالحالتين ماكو مشكله بالريكفر. بس وين راح يصير المشكله؟ تصير المشكله انت لما تقول انه الفريكونسي مال ساملينج يكون اكبر من 2 اوف اف ام كانما قاعد تزيد الكوست مال اكويبمنت، يعني انت الجهاز اللي تجيبه لاجراء عمليه تقطيع وتشتري اللي يكون يسوي لك تقطيع مثلا مكان ما عند ال 20 هرتز يعني هنا او 20 مثلا خلينا ناخذ اف اف اس يساوي لنا 20 كيلو هرتز، تقول لا انا اريد اسوي اوفر سامبلنج مثلا اسوي 40 كيلو هرتز مثلا اف اف اس يساوي لنا 40 كيلو هرتز. فهنا انت شنو مو معناته انت خلاص انت عندك فريدم، لا انت محدد بالجهاز اللي تشتغل عليه. فاذا تفيد 40 كيلو هرتز لازم تزيد البادجت مالتك وتشيك جهاز يوفر لك هكذا مواصفات اللي هو 40 كيلو هرتز. بس اذا تريد تقلل عملية التقطيع وتكون بالسيفتي سايد
فتقدر تشيل مثلا 20 كيلو هيرتز وتبقى ما يصير عندك اوفرلابنج هنا، فماكو مشكله. اوكي، بس اكو مشكله اخرى. المشكله الاخرى اللي تخلينا انه شنو نتجنب عمليه المساواه، يعني ما اخذ عمليه الاختيار الثاني هنا اللي يساوينا 2 اوف اف ام. اذا نرجع الى مثال الاوديو سيجنال اللي انا ذكرته بالبدايه، انه دائما يكون عاده ماكسيمم 20 كيلو هرتز، هاي طبعا اف اف ام اللي هو مال انفورميشن اوديو، غالبا يقول لك ماكو شيء اسمه باند ليميتد. بالبراكتيكال سيتويشن ماكو شيء اسمه باند ليميتد، دائما لازم يزيد. يعني بس ايديال عندك انه الاوديو مال الانسان 20 كيلو هرتز، بس بالحقيقه اذا تجي تقيسه راح تشوفه مثلا 20.1 كيلو هرتز. فشنو المشكله اللي راح تصير اذا تجي للاختيار الثاني هنا؟ المشكله راح تاخذ انت الفريكونسي مال ساملينج هنا، تاخذ ايش قد اف اوف اس يساوي ايش قد 40 كيلو هرتز، بس هي بالحقيقه الانفورميشن مو 20 كيلو هرتز، هي 20.1. فبالتالي شنو راح يصير عندك؟ كانما صرت شنو خذيت اندر سامبلينج، يعني رحت للحاله السيئه اللي هي الحاله الثالثه، فراح يصير عندك الايزنج اللي هو التداخل الاوفرلابنج. فهنا لذلك يقول لك دائما للسيفتي سايد سوي اوفر سامبلينج. صح راح يكلفك ديفايس او كذا، بس هاي شنو راح انه ما راح يصير عندك مشكله بيمن بال انه بالبراكتيكال سيتويشن، انه ماكو شيء اسمه باند ليميتد، دائما يكون زايد عن مثلا عن الاف اوف ام. فدائما الاختيار الاضمن اللي هو سوي ما يسمى بالاوفر سامبلينج. اوكي نعم. فهنا ذاكر لك انه consider the effect of the sampling frequency is less than twice the highest frequency component as required by the sampling theorem as shown in the figure above. The replicated spectra overlap each other نفس ما واضح هنا، هذا ال overlap هنا causing distortion to the original spectrum. Under this circumstance, the original spectrum can never be recovered. Never. يعني ما ممكن انه استرجاعها بالreceiver side. And this effect is known as aliasing effect. فحتى نتغلب على هاي المشكلة نستخدم ما يسمى بالanti-aliasing filter. فخلنا نشوف شنو وظيفة هذا الفلتر. The anti-aliasing filters are used to process the analog signal before it is sampled. In most cases, they are also low-pass filter unless band-pass sampling techniques are used. يعني غالبا هذا النوع من الفلتر، خلي بالك، غالبا يكون شنو؟ low-pass filter. ودائما الانبوت مالته شنو راح يكون؟ شنو الانالوج سيجنال او الانفورميشن سيجنال. نعم، the sampling process incorporating an ideal low pass filter as the anti-aliased filter. Okay, since the cut-off frequency of this filter is half of that of sampling frequency, the resulting replicated spectrum of the sampled signal do not overlap each other, thus no aliasing occurs. Okay, معنى هذا الكلام راح يتوضح بهذا الشكل، انه يقول لك انه الانالوج سيجنال هنا، هاي الانالوج سيجنال او الانفورميشن سيجنال اللي انت تريد ترسلها، اللي يكون السبكتر مالتها يكون بهذا الشكل. لو شوف هنا نفس ما قلنا ماكو شيء اسمه باند ليميتد. الباند ليميتد كان مفروض شنو هنا مثلا؟ كان مفروض هنا اف اوف ام، شلون قلنا الاوديو سيجنال، بس هي بالحقيقه انه شنو
أكو زيادة بهذا الشكل إلى مثلا إلى مقدار معين إلى هنا أو إلى هنا. فإذا أنت هاي السيجنال مباشرة تسوي لها سامبلينج وفق اف اوف ام، تسوي 2 اوف اف اوف ام اكبر او يساوي لنا، انها راح تدخل في مشكله، اللي هي المشكله شنو؟ مشكله الاوفرلابينج. اوكي، ليش؟ لان خذيت اف اوف اس كانما اقل من الهايست فريكونسي اوف انفورميشن سيجنال، طبعا اقل من 2. اوكي، ليش؟ لان انت شنو اعتمدت؟ اعتمدت على الاف اوف ام اللي بالحقيقه مو الهايست فريكونسي. الهايست فريكونسي وين موجود؟ هذا وهنا. اوكي، فحتى لا ندخل في هذه المشاكل لازم نستخدم ما يسمى بالانتي الايزنج فلتر، اللي هو عاده ما يكون لو باس فلتر. هنا واضح عندك هنا ايديال لو باس فلتر. لو تلاحظ انه الكت اوف فريكونسي للايديال لو باس فلتر هو اف اس على 2. شنو السبب اللي خليناه اف اس على 2؟ لان احنا نفس ما نعرف انه الاف اس اللي هو اقل ما يمكن يساوي لنا شنو؟ ايش قد؟ 2 اف اوف ام. فانا من اخلي الايديال لو باس فلتر نصف النايكوس فريكونسي او السامبلينج فريكونسي، هنا كانما راح اجبر انه الكت اوف راح يصير كانما ايش قد راح يصير اذا اقسم هذا على 2؟ راح يصير كانما اف اوف ام ناقص اف اوف ام، فكانما راح اجبر انه اقطع الانفورميشن سيجنال هاي، اقطعها بحيث اقصى قيمة راح يكون الها ايش قد؟ اف اوف ام. هنا بس ما واضح، هنا لو تلاحظ اقصى قيمة صارت ايش قد؟ اللي هي اف اس على 2، اللي هي شنو؟ كانما اف اوف ام، فبالتالي انقطعت اي زيادة عن الهايست فريكونسي. ومن ثم يلا بعدين شنو تقدر تدخلها على شنو؟ تدخل هاي السيجنال اللي هي باند ليميت السيجنال بعد ما سويت لها كت اوف، دخله وين؟ على السامبلنج بروسيس حتى تحصل على السيجنال اللي تريد تنقلها كموديليتد سيجنال. واضح؟ هذا بالنسبة للانتي الايزنج فلتر وكيفية انه استخدامه للتخلص من الزيادة الحاصلة بالباند ويث الموجود بالانفورميشن سيجنال، حتى ما يصير عند السامبلينج الايسنج افكت اللي هو الاوفرلابينج. مثل ما واضح هنا بالفاينل سيجنال، تشوفون هنا انه ما صار اوفرلابينج، انه كل سبكترم انه ملتقي بنقطة معينة اللي هي الناكوس فريكونسي اللي هي كانما الاف اوف ام. اوكي، لو ناخذ هذا المثال الأول انه find the Nyquist rate and the Nyquist interval، يعني يريد من عندك هنا الفريكونسي بعد شنو؟ الانترفال اللي هو T capital of S for each of the following signals. أول فرع انه مطيك M of T عبارة عن 5 كوساين ألف باي تي في كوساين 4000 باي تي. فهنا شو راح تتعامل ويا هيجي يعني فانكشن، انه هنا لازم تستخدم العلاقات المثلثية حتى تحولها الى شنو؟ الى عملية انه تطلع لك انه فانكشن مثلا سينوسويدال كوساين زائد فانكشن ثانية كوساين، يعني تفصلهم كأنما. فهنا تستخدم اكيد جمع وطرح الزوايا، لان عندك كوساين في كوساين وتقسم على 2 طبعا، فيطلع لك مكان ما 5 يصير 2.5 في كوساين ايش قد؟ 3000 باي للتي، هاي طرحنا الزوايا زائدا كوساين بعدين تجمع الزوايا اللي هو كوساين 5000 باي للتي. يلا تقدر تحكم شنو الهايست فريكونسي الهاي الانفورميشن سيجنال. فلو نشوف الهايست فريكونسي هنا اللي هو ايش قد راح يكون؟ راح يكون 5000 باي اوكي للتي، فهاي كانما شنو؟ هنا
إذا ناخذ فقط ال 5000 باي، كأنما هذا هو شنو؟ الأوميجا، الأوميجا أم، أوميجا أم. بس إحنا نفس ما نعرف إنه نريد من هذا الحل إنه نحصل على الناكوس فريكونسي، فإذا هذا شنو تكافئ إنه كافئ إنه 2 باي اف اوف ام، بما معناه انه الاف اوف ام الهاس فريكونسي للانفورميشن سيجنال ايش قد قيمته؟ 2500. اوكي، بالتالي الناكس فريكونسي او الريت راح يكون مقداره 5000 هيرتز، والانترفال اكيد راح يكون 1/5000 اللي راح يكون 0.2 ملي سكند. هذا راح يكون اقل سامبلينج فريكونسي ممكن تستخدمه حتى تقدر تسترجع الانفورميشن سيجنال عند استقبالها بالطرف الريسيفر. طبعا بالفرع الثاني مطيك انه information signal اللي هي sin 200 by T على by T، هنا كأنما هي دالة sync function. نفس ما نعرف انه sync function بهذا الشكل، اوكي، هذا بالtime domain انها نسميها مثلا m of T. بالفريكونسي دومين دائما نفس ما قلنا اكو علاقة عكسية، فتعطينا انه شنو band limited signal ما دام هي continuous، فراح تكون عبارة عن pulse signal من Fourier transform اذا تتذكرون. فهنا السينك انه شنو تعطينا pulse signal whatever the amplitude مالتها، ما يهمنا حاليا، اللي يهمنا شنو الهايست فريكونسي الها اللي هي اف اوف ام هنا والناقص اف اوف ام حتى اجد الناكوس فريكونسي. فهنا نفس ما نعرف من فوريير ترانسفورم اذا نجي الى الحل هنا انه بالشكل عام السينك انه يعطينا عباره عن بلس قيمته 1 اذا كان الاوميجا اقل من اي او اكبر من اي السالب، اوكي، وصفه ما عدا ذلك يعني بلس سيجنال. اوكي، فهنا لو نجي الى مثالنا المحدد هنا اللي هو ساين 200 باي للتي، فهنا نبحث عن شنو؟ نبحث عن الفريكونسي نفس ما نعرف هنا لازم اخلي اف اوف ام. فهنا ايش قد الفريكونسي اذا عندك هنا اللي هي اذا اكتبه هنا ناخذ عندك هنا ساين 200 باي للتي، هناك يتكافئنا كأنما تكافئنا ساين أوميجا تي. أوكي، فالأوميجا هنا الأوميجا ما هي إلا شنو 2 باي اف ام، إذا سميناها هاي ام 2 باي اف ام، فبالتالي كأنما اف اوف ام راح يكافئنا شقد 100 هيرتز. من أدها بكل سهولة راح نستنتج إنه الناكوس فريكونسي راح يكون عبارة عن 200 هيرتز، والناكوس انترفال ما هو إلا 1/200 سكند. فبهذا الشكل يلا تقدر تطلع شنو ناكوس فريكونسي لهذا الفرع. لو تلاحظ هنا انه مطيك انه اف اوف ام 100 هيرتز، الناكوس فريكونسي 200 هيرتز، والناكوس انترفال 1/200 سكند. نأتي الآن إلى فقرة أنه أنواع السامبلينج. هناك عدة تكنيكات لتقطيع الإشارة. نبتدأ أولا بما يسمى بالIdeal Sampling. طبعا هو أكو Ideal Sampling أكو Practical Sampling. فالIdeal Sampling من اسمه أنه حالة مثالية نستخدم بها ما يسمى بالImpulse Sampling. فهنا بالimpulse sampling can be performed by multiplying the impulse signal x of t with impulse train of period ts. فهنا عندك information signal x of t تضرب بمن هنا كأنما impulse of train تحصل بها sampled signal. فهنا مذكور لك انه here the amplitude of impulse changes with respect to the amplitude of the impulse signal. يعني بما معنى انه الترين اوف امبلسز راح تتغير الامبليتيود مالتهم مع
الانفورميشن سيجنال، يعني هذني كامبليتيود، وراح تتغير مع من؟ مع الامبليتيود للانفورميشن سيجنال، فراح تحصل بهذا الشكل نفس ما تلاحظ هنا بهذا الشكل. فالامبليتيود يتغير مع تبعا الى قيمة الانفورميشن سيجنال. فلو نريد نعبر عنها ماثيماتيكالي، فعن السامبلد فريكونسي راح اشوف انه هنا انه تضرب الانفورميشن سيجنال بالامبلس ترين اللي نقدر نعبر عنها بهذا الشكل كسيريز، انه دلتا تي ماينس ان للتي اس، ومن ثم انه شنو تعبر عنها كسيريز كامله هنا بهذا الشكل. لو شوف انه الانفورميشن سيجنال راح تكون اكتف لما عندك اكتف اكيد للبلس، نفس ما ماخذين انه بالامبلس سيجنال انه المسج سيجنال او السيجنال راح تكون موجوده فقط عندما تكون الامبلس موجوده ضمن هذه الفتره، فراح تكون انه الاكس مفعله فقط عند الان للتي تبعا الى الامبلس سيجنال. فاذا نفس ما ذكرنا انه دائما حتى ناخذ صوره اوضح نحولها الى شنو، نحولها الى الفريكونسي دومين، فراح يطلع لنا انه نفس الانفورميشن سيجنال الاوليه بس شنو مشفته بسبب شنو، بسبب الامبلس سيجنالز الموجوده اللي استخدمناها لتقطيع الاشاره. اوكي، فهنا اذا تذكرون اصلا رسم رسمناه حاليا لهذه السيجنال اللي هو ما هو راح يكون الا بهذا الشكل كنا بالفريكونسي دومين، عندك هنا عند الاني يساوي صفر يعطيك شنو الانفورميشن الاصليه، بعدين عند الاني يساوي واحد تحصل كذا، هنا بالسالب ايضا، بعدين ان اثنين بالسالب وهكذا. فهذا منا تحصل انه على كانما هاي اكس اس اوف اوميجا. اوكي، فهنا طبعا هنا عبارة عن تقدر تسميه بالفريكونسي دومين انها اف اوف اس، وهنا طبعا ماينس اف اوف اس، وهنا اثنين اف اوف اس، وهنا ناقص اثنين اف اوف اس، وتستمر. هنا ذاكر لك انه this technique cannot be used practically because pulse width cannot be zero. هاي شنو السبب الاول، انه pulse width cannot be zero، يعني مستحيل تحصل عمليا انه pulse اللي راح نستخدمها لتقطيع الاشارة الاصلية والwidth مالتها صفر، بحيث تحصل شنو هاي الامبلسز، هنا مستحيل تحصلها عمليا. And the generation of impulse train is not possible practically. ما تقدر تحصل من أي جهاز train of impulses، يعني مستمرة من impulses. فهاي الأسباب إنه سمينا هاي الطريقة ideal sampling، يعني حالة مثالية وليست عملية. أوكي، إن شاء الله هسه راح نتناول إنه ال practical technique لتقطيع الإشارة اللي راح يكون ملخصة بال natural sampling وال flat top sampling. أول نوع من أنواع ال practical sampling اللي هو يسمى بال natural sampling. فهنا مذكور لك إن natural sampling an analog signal is gated in such a way that the resulting signal consists of pulses with time varying amplitudes that follow the contours of the original waveform. فهنا كأنما عندك انه البلسز rectangular pulses نفس ما قلنا هاي practical situation عكس الحالة الأولى اللي كان بها نسميها ideal اللي كان الwidth مالتها zero بس هنا لا لها width البلس، راح نستخدمها حتى نسوي sampling in من للinformation signal هنا بهذا الشكل. لو شوف انه الـ output y of t اللي راح ينتج لنا من حاصل ضرب x of t مع مثلا نسميه هنا b of t اللي هو البلسز ترين، نشوف انه راح يكون عباره ايضا بلس
الوث مالتها عبارة عن تاو هنا، هذا هسه تاو، نفس الشيء هنا الوث مالتها تاو، بس لو شوف الامبليتيود مالتها يتماشى مع الامبليتيود مال اوريجينال سيجنال. يعني هنا لو نشوف هذا الامبليتيود تماما هو يتبع شنو مساوي الامبليتيود مال اوريجينال سيجنال، فبالتالي هذا نسميه ناتشورال سامبلينج، اللي نفس ما ذكرنا يعتبر نوع من انواع البراكتيكال سامبلينج اللي استخدمنا ب ريكتانجلر بولسز لها ويث معين مقداره هنا مثلا تاو، وضربناه بالاوجن سيجنال للحصول على السامبلد سيجنال. النوع الثاني من البراكتيكال سامبل سامبلينج تكنيكس اللي هو الفلات توب سامبلينج. بالفلات توب سامبلينج هو مشابه الى الناتشورال سامبلينج، ايضا استخدمنا ريكتانجلر بولسز وذ تاو، هنا نفس ما نشوف لها ويث معين، فهي براكتيكال ترين اوف بولسز، وضربناه بالاوريجينال سيجنال او الانفورميشن سيجنال، وهنا أنا حصلت انه شنو حصلت السامبلد سيجنال اللي هو الواي اوف تي. بس شنو فرقه عن الناتشورال سامبلينج؟ فهنا ذاكر لك in the flat العفو in a flat top sampling the top of the samples remain constant the top of the samples remains constant and equal to the instantaneous value of the modulating signal at the start of the sampling at the start of the sampling. يعني شنو معنى هالكلام؟ مثلا انت عندك هاي السيجنال ضربتها في بلسز ريكتانجلر بلسز معينة بهذا الشكل، اوكي، فهنا نشوف هذا الشكل شنو راح يصير؟ راح يصير قيمة البلس تاخذ قيمة بداية البلس وين؟ عند الاوريجينال سيجنال اللي هنا، وبعدين نسوي له هولد. يعني مرات يسموها هنا sample and hold circuit sample and hold، يعني هنا سويت sample عند هاي النقطة بعدين سويت hold إلى هاي القيمة، فظلت البلس هي قيمتها ثابتة على طول ال duration أو التاو مالتها. هسه هنا هذا على طول التاو هنا قيمتها شقد؟ ظلت هاي القيمة ثابتة، نفس الشيء هنا ثابتة. فلو نشوفه هسه هنا اذا اسوي زوم انه القيمة تاخذ انه بداية البلس قيمة الاوريجين سيجنال بعدين تبقى مسويتها شنو؟ هولد. هسه هنا هولد هكذا، فمن هنا اجى هذه التسمية انه فلات اند توب سامبلينج. طبعا هاي الطريقة هي ايضا براكتيكال ومشابهة للطريقة الناتشورال سامبلينج، وتفرق عن الايديا سامبلينج نفس ما ذكرنا انه الريكتانجلر بلسز لها ويث معين، فبالتالي انه تعتبر هي براكتيكال تكنيك لاجراء عملية السامبلينج اثناء البلس موديليشن. الى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم. طبعا تعرفنا بها على الفرق بين الكونتينيوس ويف موديليشن والبلس موديليشن، وتعرفنا ايضا الى انه شنو فرق انه ديسكريت تايم سيجنال ويا ديجيتال سيجنالز، ومن ثم تطرقنا الى نظريه جدا مهمه اللي هي السامبلينج ثيورم او سميناها شانون ثيورم، وشفنا انه الشرط الاساسي حتى تحصل ريكونستراكشن للاوريجين سيجنال بالريسيفر سايد انه صحيح وما بي اي تشوه، انه نايكوست فريكونسي او نايكوست ريت لازم يكون اكبر او يساوي لنا من 2 من الهايست فريكونسي مال اوريجينال سيجنال. ومن ثم تطرقنا الى حالات الاوفر سامبلينج والاندر سامبلينج والبيرفكت سامبلينج اللي هو تكون حالة المساواة، وشفنا شنو الخيار الامثل لاجراء عملية السامبلينج، وشفنا انه بالاندر سامبلينج
حصل ما يسمى بالالايسينج افكت، وشلون تغلبنا عنه باستخدام الانتي الايسينج فلتر. وبنهايه هذه المحاضره تناولنا الديفرنت تكنيك لاجراء عمليه سامبلينج من ايديال والبراكتيكال تكنيكس اللي تناولنا بها الناتشرال والفلات توب سامبلينج. ان شاء الله بالمحاضره القادمه نكمل انواع الانالوج بلس موديليشن.